حدث رياضي جديد تستضيفه مصر بطولة كأس العرب لدراجات المدمار التي انطلقت منافساتها بمشاركة ست دول عربية وتجرى المنافسات بمضمار الدراجات باستاد القاهرة الدولي الذي يعد أحدث مضمار لسباق الدراجات في القارة الإفريقية والشرق الأوسط المدمار دوت أحدث مضمار عالمي في منطقة المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط ويمكن في أفريقيا كمان فدايما البطولات معظمها موجوده على هذا المدمار وده بيعتبر يعني احدث مدمار على النظم العالميه الدول المشاركه العربيه المشاركه دول يعني فاقد توقعنا رغم ان التوقيت بعد رمضان على طول وجايين بعدد كبير زي ما انت شايفه الاعداد برضو فاقت التوقع في هذا التوقيت مضمار القاهره الدولي للدراجات هو يعني من افضل المضامير في الوطن العربي كله لان هو مصمم وفق المعايير الدوليه ومهيأ بالكامل لاستضافه مثل هذه الاحداث الكبرى ويعني على فكره الشيء يمكن بالشيء يذكر ان هي ليست المره الاولى التي تستضيف جمهوريه مصر بطولات في هذا المضمار طبعا سبق ان استضافت بطوله البطولات العربيه واكبر حدث كان العام الماضي في استضافه كاس العالم لدراجات المضمار اللي لفئه الشباب واللي شارك فيها حوالي 48 دوله على مستوى العالم. اللاعبون المشاركون في البطوله استعادوا بتدريب وتاهيل خاص للمنافسات في مختلف انواع السباقات في ظل التطور الكبير الذي تشهده رياضه الدراجات بالوطن العربي. لسه مخلص سبق الاليميشن الاقصاء وجبت في مركز اول والحمد لله حقق المنتخب المصري في تيم سبيفن لسه في التأهيل كانوا جايبين المركز الثاني لسه في الفاينل الفتره الثانيه ان شاء الله هيجيبوا اول. لازم تحضيرات كثيره للبطوله وفي عندنا ديفيكولتر ف خرجنا من رمضان بعد صيام شهر كامل كانت في عندنا شويه انا شويه تحضيرات اكثر. مسابقه جميله وانا لحد الان يعني بلعب اعداد بنزل في التراك. وإن شاء الله يتمنى الفوز وأتمنى إن شاء الله للسودان منافسات قوية بين لاعبي المنتخبات المشاركة في هذه البطولة التي تستضيفها مصر والتي تأتي في ضوء التطور والطفرة الكبيرة التي تشهدها الرياضة المصرية مما جعلها قبلة لاستضافة البطولات والأحداث الرياضية الكبرى